إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الإسهال ما بعد الولادة عند الأطفال الرضع. بهذا الشأن علينا أن نذكر بعض النقاط المهمة، والأهم أن نذكر الأم أن الطفل الذي يرضع رضاعة طبيعية يمكن أن يتبرز يوميا من 1 إلى 7 مرات بأشكال عدة تختلف من شكل البراز المتماسك إلى القطع، أو على شكل سيلان مثل المراهم. وكل هذه الأشكال تكون ضمن البراز الطبيعي للطفل حديث الولادة ولا تعتبر إسهالا بالمرة. أما الطفل الذي يعتمد على رضاعته على الألبان الصناعية وهو يقع أسير للمقص أو نوع من أنواع الإمساك في بعض الأحيان، ويكون برازه أكثر تماسكا من مثيله السابق الذي يرضع رضاعة طبيعية. والإسهال في تعريفه يكون التغير في قوام أو عدد من مرات البراز التي تعود التي يعني تعود الطفل عليها عند حدوث أي تغير على الأم. أيضا من الضروري استشارة الطبيب إذا تم تكرار هذه الحالة، ويمكن للأم أن تبدأ هي بإعطاء وليدها كميات مناسبة من محلول معالجة الجفاف. إلى هنا انتهى الدرس، أتمنى أنكم استفدتم منه. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.